بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدا مع فريق النادي الاهلي اللي حقق الفوز على سيراميكا بنتيجه 1-0 في المباراه اللي جمعتهم على استاد القاهره والمؤجله من الاسبوع 27 لمسابقه الدوري. بالفوز ده ارتفع رصيد الاهلي ل 62 نقطه في صداره ترتيب الدوري، وتوقف رصيد سيراميكا عند 31 نقطه في المركز ال 12. وفريق بيراميدز فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح باستاد اسكندرية والمؤجلة من الأسبوع 27 من مسابقة الدوري المصري. بالنتيجة دي بيستمر بيراميدز في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، والاتحاد في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة، وهو نفس رصيد المصري وفاركو. أحمد ناجي نجم الأهلي السابق أعلن توليه مهمة الإشراف على تطوير حراس مرمى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، وده بداية من الموسم اللي جاي، في الوقت اللي بيتولى فيه بدر رجب مسؤولية المدير الفني لقطاع الناشئين بالأهلي، وبيستمر خالد بيبو في منصبه مديرا لقطاع الناشئين. الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الكولومبي إخوان كارلوس أوسوريو أعلن عن القائمة اللي هيخوض بيها النادي مباراته مع طلائع الجيش، واللي هتتلعب النهاردة على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 23 لمسابقة الدوري. وشهدت القائمة تواجد أحمد فتوح وسيف جعفر وأحمد بالحاج وناصر منسي. منتخب مصر الأول لسيدات السلة وصل لمدينة فيينا امبارح استعدادا للمشاركة في بطولة العالم، بتقام بطولة العالم 3×3 خلال الفترة من 30 مايو الجاري وحتى الرابع من شهر يونيو المقبل بمشاركة 20 منتخب. رابطة اللاعبين المحترفين الاسكواش بي اس اي اعلنت التصنيف العالمي الجديد للاعبات، وتصدرت طبعا نور الشربيني التصنيف العالمي للسيدات للاسبوع الرابع على التوالي، وده بعد تتويجها مؤخرا ببطولتي بريطانيا المفتوحه وبطوله العالم. سباليتي مدرب فريق نابولي أعلن رحيله عن منصبه كمدرب لفريق الجنوب في نهاية الموسم الحالي، واستبعد إمكانية انضمامه لنادي آخر قبل انطلاق الموسم الجديد في أغسطس. الدولي الإنجليزي الشاب جود بلينغهام نجم بروسيا دورتموند حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني للموسم الحالي، وأعلن الدوري الألماني البوندسليغا عبر حسابه على او فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر بفوز بلينغهام بجائزة افضل لاعب في المسابقة لموسم 2022-2023. نادي تشيلسي الانجليزي اعلن في بيان رسمي تعيين الارجنتيني بوتشينو مدربا للبلوز خلفا للمدير الفني المؤقت فرانك لامبرت، وقال تشيلسي في بيان رسمي انه هيبدا الارجنتيني في قيادة تدريبات الفريق في 1 يوليو 2023 بعقد لمدة عامين مع خيار النادي لسنة اخرى. روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال أعلن قائمة الفريق لمباراتي أيسلندا والبوسنة والهرسك في التصنيفات المؤهلة لبطولة يورو 2024. شهدت القائمة تواجد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي والهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي. مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا استدعى قائمة مكونة من 26 لاعب للدخول في معسكر يونيو اللي جاي، وده استعدادا لمواجهة إسبانيا في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية واللي هتقام في منتصف الشهر اللي جاي، ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب إيطاليا في يوم 4 يونيو. الهولندي رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا الأول أعلن عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة كرواتيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية واللي هتتلعب يوم 14 يونيو المقبل في هولندا. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع مرة تانية لجمانة ومصطفى نكمل معهم باقي فقراتنا. لميا بشكرك، شكرا جزيلا لاستعراضك الأخبار الرياضية.